هل من الممكن ان احنا نشوف بيتسو موسيماني قبل ما اروح للاداره، اشوف نشوف بيتسو موسيماني ان هو يغير من طريقه اللعب في الموسم اللي جاي؟ بمعنى احنا بنشوفه ان هو يعني لعب بيلعب بطريقه معتاده 4 2 3 1، شكل الطريقه يعني 4 2 3 1، في بعض المباريات المهمه بيلعب 4 3 3. هل ممكن يغير طريقته تماما خلال الموسم القادم؟ لان انا شفت برضو كابتن، ما اعرفش حضرتك رايك ايه، عنده مرونه حتى في اماكن اللاعبين، يعني بتلاقي طاهر ناحيه الشمال شويه وناحيه اليمين شويه، حسين نفس الكلام، اكرم توفيق جابه من وسط الملعب حطه ناحيه اليمين، رامي ربيعه شويه لعب ناحيه اليمين، لاعب احمد حسن كوكا اللاعب الناشئ الصغير لاعبه حطه ناحيه باك ليفت وهو بيلعب في نص الملعب، وبالتالي المرونه دي موجوده عنده. فهل ممكن نشوف تغيرات في شكل الطريقه خلال الفتره اللي جايه؟ اكيد هنشوف، لان أكيد. هي امكانيات لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده تساعد اي مدير فني ان هو يختار الطريقه ويغير في طرق اللعب. تمام، حسب كل ماتش هو بيلعبه، حسب قوه المنافس او ضعفه. بس هو بيبقى ليه في الاخر سقف معين او يعني بالزبط. لا شكل معين للفرقه، يعني دايما احنا بنلعب 4 2 3 1 ايوه، ولكن في بعض المباريات القليله 4 3 3 كذا كذا، هل ده ممكن بقى يغير الشكل العام اساسا؟ بمعنى هل ممكن يروح ل 3 4 3 ل 5 3 2 3 5 كده؟ لا انا لا 5 3 2 لا يعني دي بعيده شويه، و 3 4 3 برضو بعيده شويه، ولكن الطرق اللي هو ممكن ان هو يغير فيها ويستخدمها والامكانيات اللعيبه بتاعتنا تساعده على ذلك، ال 4 2 3 1 4 3 2 1 4 3 3 يعني في النهايه 4 ورا 4 4 2 طبعا طبعا 4 ورا هو يمكن يعني حته الخمسه ورا والثلاثه ورا دي المديرين الفنيين اللي بيلجأوا ليها بيبقى عايز يستحوذ على الكوره من تحت. يعني يبقى ضامن ان الكوره ما بين الثلاثه السيرد باكات لما بيفتحوا بعرض الملعب عند بناء اي هجمه يقدروا يبقى فيه ان هم يستحوذوا على الكوره ويقدروا يبنوا الهجمه من تحت كويس. ايوه ليه؟ ودايما كل الفرق اللي هتلاقيها كده هتلاقي عندها في نص الملعب ما عندهاش صانع العاب. ايوه مفيش صانع العاب، لان انت لو عندك صانع العاب في نص الملعب خلاص هيقدر يعمل لك الدور ده بس من قدام. ولكن الفرق اللي بتلعب ثلاثه، يعني المنتخب الاولمبي بتاعنا في الاولمبياد كنا بنلعب ثلاثه سنين ثلاثه صح، وكانوا بيعملوا الحته دي كويس، كان الونش وحجازي واسامه جلال. ايوه في حته بناء الهجمه. اوكي ليه؟ لان احنا ما كانش عندنا حد في نص الملعب كبلاي ميكر يقدر ان هو يستلم الكوره ويلعب الناس. فهي بتبقى كده، انما احنا في النادي الاهلي لا، ما عندنا ناس في نص الملعب يقدروا يقوموا بالشكل ده بشكل كويس. وولتر بواليا هل خد فتره كافيه للحكم عليه خلال الفتره اللي فاتت؟ انا من وجهه نظري كان محتاج ماتشات اكتر. يعني كان محتاج انه يلعب اكتر، لان في فراوده كابتن اسلام اللي بيجيبها الماتشات اللعب، وفي كل ما يبعد كل ما يبقى بعيد بقى قوي عن مستواه. لازم تبقى رجله في الملعب على طول. بواليا من النوعيه دي ان هو عايز على طول رجليه في الملعب. كل ما هيلعب كل ما هيبقى كويس، ويمكن في الفتره الاخرانيه لما ابتدى يلعب ابتدى يجيب اجوان وابتدى شكله يبقى شويه كويس. أيوه. ولكن كان محتاج شويه استمراريه، ولكن تالق محمد شريف طبعا ما هو بالظبط انت يعني كراجل يعني مدير فني كبير وشفت ازاي توازن، يعني انا عندي لعيب بيجيب كل ماتش جول ايوه وجايب 19 جول ايوه، اعمل ايه عشان الاعب التاني؟ اغير طريقه اللعب، العب براسين حرب، يعني بدل ما نلعب 4 3 3 مثلا يبقى في راسين حربه. اوكي ويبقى ان انا لو عايز ان انا شايف ان انا عايز استفيد من بولي اكتر من كده. وكان بيعمل كده لما في المباريات اللي بيبقى متعادل فيها او بالظبط بيعمل كده هو. انما طبعا محمد شريف التالق بتاعه حاجه بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش دلوقتي واحد متالق وبيجيب اهداف تقعده. لا ما ينفعش طبعا خالص. لا يعني هي كانت الحاجه الوحيده ان هما الاثنين يعني بواليا يلعب مع محمد شريف تلعب براسين حربه. ايوه وبرده حته تحركات راسين حربه انت ممكن يعني يبقى واحد بيتطرف يبقى الثاني يعني ليها تحركات وليها فهم، ولكن طبعا التالق الكبير اللي عمله محمد شريف حاجه بسم الله ما شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه ورجع الحمد لله الماتش اللي فات الحمد لله لعيب سوبر يعني.